موقف القوى المدنية ما هو موقف حركة 6 ابريل اذا بالفعل وقع الصدام ما بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري؟ تفضل. يعني بداية لا اتوقع ان يحدث صدام قوي بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري، لان في تفسيرنا وتخيلنا ان في مصالح مشتركة كثيرة واعتماد كبير سواء من المجلس العسكري على الاخوان او من الاخوان المسلمين على المجلس العسكري، فاتوقع صدام ضخم بين الجهتين او ايوه يا احمد، بس معلش اسمح لي يعني لا بس واضح ان لا كان في خطاب يعني شديد اللهجه من يومين الموضوع، لا ما اعتقدش المصالح دلوقتي بتتصالح يعني. خطاب لوضع يعني قواعد جيده للعبه لبعض التوازنات، تغيير بعض القواعد، لتعديل بعض الاشياء، ولكن لا يصل لصدام في حد تصورنا يعني. وان حدث بفرض ان هو حدث، فاعتقد ان احنا طالب دوله مدنيه وعانت كثيرا من تصرفات المجلس العسكري، اعتقد ان هو من الصعب جدا ان احنا نساند المجلس العسكري المسلمين، فالمسلمين مهما اختلفنا معهم ومع تخلوا عن الثوره او تخلوا عن القوى الثوريه او وقفوا مع المجلس، ولكن ليست قوه فلا لا نقص مع المجلس العسكري من الاخوان المسلمين. نعم باشمهندس، عن الخلاف بين اذا صوري شكلي جدي بين المجلس العسكري والاخوان المسلمين، ابريل اطلقت الشراره الاولى للثوره لوقوعها بسنتين في المحلة، ما هو موقف الجماعة حتى من سلوك الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بشكل عام والتيار السلفي في موضوع الدستور؟ طبعا احنا معترضين على اللي بيحصل من الإخوان المسلمين او حزب النور او القوى الإسلامية بصفة عامة، لانهم فكرة الغلبة والمشاركة لا تصح في وضع دستور جديد، لان يعني الاحتكار للأغلبية قد يكون في مجلس الشعب، لكن عند وضع دستور جديد يحكم مصر بعد ثوره لابد من التوافق. ممكن نتكلم عن اغلبيه في مجلس الشعب في انتخابات، ولكن هذا الدستور يمثل المصريين كلهم وليس يمثل اخوان المسلمين، ولا يجوز ان يتم احتكار الاغلبيه، لانه ممكن يكون في قوه اخرى غير الاخوان المسلمين الانتخابات القادمه، يكون في قوه اخرى ذات اغلبيه غير الاخوان المسلمين، فهذا الدستور لابد ان يكون هناك توافق حوله، ولابد ان يكون هناك تمثيل حقيقي لكل القوى السياسيه وكل الفئات والاقليات ومسؤولين مندوب عن النوبه وعن بدو سينا وعن مطروح وعن المعاقين وعن الشباب، كل هذه الفئات لابد ان تمثل في لجنه الدستور اللي يحكم كل المصريين، فبالتاكيد معترضين على صياغه هذه اللجنه، واعتقد لو اصر الاخوان والقوى الاسلاميه على مبدا الغلبه وانهم الاغلبيه يعملوا هم عايزينه، فده يؤدي لفتره توتر طويل في المدى الفاصل. لكن انتوا شايفين ان موقف الحركه والقوى الليبراليه من الكلام على اقاله حكومه كمال الجنزوري، والكلام ده طبعا من قبل الاكثريه البرلمانيه، انت شايف ان الاتجاه ده انت ممكن تسير معاه فيه ولا ممكن يحصل اختلاف عليه؟ يعني من الكوميدي لحد ما ان احنا كنا ايام ما كنا بنطالب ان الجنزوري اصلا لا يتولى رئاسه الوزراء، وانه لا يصلح كان الاخوان المسلمين والقوى الاسلاميه بيدعموا الجنزوري ضد القوى الثوريه. فيعني لو تغير موقف القوى الاسلاميه او الاخوان لوجه الله فعلا ولوجه الوطن، وكان في بالفعل توجه لتغيير الجنزوري، بالتاكيد هذا موقف نحترمه وممكن ندعمه باكثر من وسيله. مهندس احمد ماهر مؤسس حركه 6 ابريل، شكرا جزيلا.